بونجور 11، معكم مدام مها. جو سوي على باج 50 برودكسيون اورال يونيتي 3. انا بالوحدة الثالثة بالتعبير الشفهي بالصفحة 50. واذا بنتذكر كان درسنا عن الانتيغراسيون دي زاكتيفيتي كولتوريل الانسينيمون، دمج النشاطات الثقافية في التعليم. كنا عم نحكي عن النشاطات الثقافية. اكزرسيس ا، ليزي لو تكست بوي رومبليسي لا غري، اقرا النص ثم املا الجدول تحت. بعد ما بنقرا وبنفهمه بدنا نعبي هون الجدول. ليزون دابور لو تكست. جانز اكتيف او سكوندير. Les activités culturelles sont une forme courante de divertissement, un vecteur de développement de la condition mentale. Pour cela, on a fourni les écoles du matériel nécessaire comme des salles multifonctions, bibliothèques, costumes et instruments. Tout cela dans le cadre du programme Jeunes actifs au secondaire. Ces activités culturelles réalisées en dehors des heures de classe ont quelques particularités parce que les élèves du secondaire peuvent vivre des expériences culturelles en classe de façon active et participative. Ils ont l'occasion de rencontrer des artistes, des écrivains et des organismes culturels professionnels, comme par exemple le groupe d'élèves qui monte une pièce de théâtre pour aller assister à une représentation théâtrale pour enrichir son projet. Enfin, voici quelques suggestions qui pourraient inspirer les écoles dans l'offre des activités culturelles. Écrire et monter une pièce de théâtre. Créer des œuvres et les exposer. Produire un court-métrage, divers sujets possibles. Participer à des ateliers d'écriture, de peinture, de céramique, de création de bijoux et exposer les réalisations. Chanter en chorale. Autour ou à chorale, chorale. Chabab nanchet fissanouye. النشاطات الثقافية هي شكل شائع من أشكال الترفيه، وهي محفز لتطوير الوضع العقلي. لذلك زودت المدارس بالمعدات اللازمة مثل قاعات متعددة الوظائف والمكتبات والملابس والآلات. كل ذلك في إطار برنامج شباب ناشط في الثانوية. هذه النشاطات الثقافية تنجز يعني خارج ساعات الصف، مو أثناء الدوام، مو أثناء الدروس، ولها بعض الخصائص. لأن التلاميذ الثانوي بيقدروا بيعيشوا، ليش إلى بعض الخصائص؟ لأنه طلاب الثانوي بيحسنوا بيعيشوا هالتجارب الثقافية في الصف بطريقة فعالة وتشاركية، وكمان عندهم فرصة مناسبة إنهم يقابلوا فنانين وكتاب مهيئات ثقافية احترافية، مثلا مثل مجموعة التلاميذ اللي عم بتعد مسرحية، بتقدر تحضر لعرض مسرحي وتغني فيها المشروع اللي هي قايمة فيه. وهي بعض
الاقتراحات، مقترحات اللي ممكن تلهم المدارس، يعني تاخذ المدارس في تقديم النشاطات الثقافية، مثل كتابة وإعداد مسرحية، تأليف أعمال فنية وعرضها، إنتاج فيلم قصير، وعدة مواضيع ممكنة، عدة أفكار ممكنة، المشاركة في ورشات عمل الكتابة، الرسم، الخزف، الإبداع في ابتكار يعني صناعة الحلي وعرض هذه الإنجازات، والغناء ضمن فرق نشيد. هدول هن الأكتيفيتي. بنرجع منعيد ومنركز على النقاط الهامة قلنا. إذا هن عم يحكوا عن الشباب الناشط في الثانوية، النشاطات هي شكل تسلية، إذا هي ديفيرتيسمون، شكل من أشكال الترفيه، وهي كمان محفز لتطوير الإمكانات العقلية، والمدارس مزودة بشو؟ بهالمعدات. يعني شو هن الماتريال الموجودين في المدارس؟ هن دي سال ملتي فونكسيون، قاعات متعدده الوظائف، مكتبات، ملابس، وآلات. هدول هن اربع اشياء متوفرين، هن ماتريال موجودين في المدرسه. وهالشي هذا عم بصير في اطار البرنامج هو الشباب الناشط في السنة. هالنشاطات الثقافية وين بتصير وقيمت؟ en dehors des heures de classe، هنن برات ساعات الصف. وليش إلى بعض الخصوصية؟ لأنه التلاميذ تبعين الثانوي بيقدروا يعيشوا هالتجارب في صفهم، وعندهم مشاركة فعالة وتشاركية، ولأنه هن بحسن يروحوا يقابلوا فنانين صاروا كبار شباب، ويقابلوا كتاب، ويقابلوا هيئات ثقافية. مثلا إذا بدهم يعملوا هن يعملوا مسرحية، مثلا هن بدهم يعملوا مسرحية لحتى يغنوا معلوماتهم، بروحوا بيحضروا عرض مسرحي في مكان بمسرح معين، وبيحضروا بيغنوا هالنشاطات اللي عندهم. من بين النشاطات هدول التعدادات، هدول اللي زاكتيفيتي اكزيكوتي اليكول، هدول النشاطات الثقافية المنفذة في المدرسة وقلناهم. هلا بنتقل لأعمل التابلو. هون بدهم الماتيريال، شو هي الوسائل المتوفرة للنشاطات الثقافية؟ عديناهم وقلنا سسون des salles multifonctions, des bibliothèques, des costumes et des instruments. Ce sont le matériel. Où et quand est Matbimar Souachiyad? En dehors des heures de classe. Kharij Saad Asaf. Quelles sont les activités? Voilà les activités. On chouf l'hal. Matériel. Salle multifonction, bibliothèque, costumes et instruments. قاعات متعددة الوظائف، مكتبات، ملابس وآلات. أين ومتى؟ en dehors des heures de classe. برات أوقات الدوام، يعني بعد الانصراف، بعد الحصص. Les activités، أما النشاطات فهي écrire et monter une pièce de théâtre، كتابة وإعداد مسرحية. Créer des œuvres et les exposer. تأليف أعمال فنية وعرضها. Produire un court métrage. إنتاج فيلم قصير. Participer à des ateliers. مشاركة في ورشات عمل. D'écriture, كتابة. Peinture, رسم. Céramique, خزف, céramique. De création de bijoux, عمل حلي. Et exposer les réalisations. وعرض هذه الانتاجات، هدول المنجزات، شانتي اون كورال، والغناء ضمن فرق.
الصفحة التانية بعملها بالدرس القادم عشان حتى ما يطول درسنا. إذا أنا في عندي لسه تتمة للبرودكسيون أورال. كانت معكم مدام مارتلكم، أوغوفوار، على بروشين فوا، باي باي.